الخارجية. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكنكم الاستماع في الخارج عن نشرة الخارجية بإذاعة أفغانستان على شكل 9100 على أمواج الخطيرة 45 متر بنت و 23 بكين. إذاعة أفغانستان الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي. مستمعينا الشرفاء أهلا وسهلا بكم إلى إذاعتنا، متمنين لكم جميعا العافية الكاملة، وأرجو منكم البقاء معنا إلى نهاية هذا البرنامج. منكم موجز مطالبنا في الأخبار السياسية، والأمني، والاقتصادي، والرياضي، المطلب العلمي، وفي نهاية برامجنا المطلب الصحي. الآن نقدم لكم الأخبار. لقاء الوزير للشؤون الخارجية مع السفير. التقى وزير الشؤون الخارجية قبل ظهر أمس مع السفير الهندي مندري وحوار في كابول، وفقا لبيان حاضر من المكتب الصحفي لوزارة الخارجية. في بداية اللقاء حصل السفير الهندي تعازيه لوزير الشؤون الخارجية بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة في كابول وكندهار. وخلال هذا اللقاء بحث الجانبان مدى استعداد البلدين لعقد الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الاستراتيجية لأفغانستان والهند تحت رئاسة الوزراء الخارجية للبلدين في المستقبل القريب. ونوقش خلال هذا اللقاء ايضا الخطة الثلاثية بين افغانستان ايران والهند على مستوى وزراء الخارجية في الشهر المقبل. واكدوا في هذا اللقاء على حث سعيد لعقد قمة ثلاثية بين افغانستان وامريكا والهند في الاشهر المقبلة. وفي خبر اخر، استكشاف وتعبد صنع القنابل في فاريان. تم اكتشاف ثلاثة أوراق وقنابل كبيرة من المتحجرات في المدرسة المركزية في مديرية حرمفور في محافظة فاريان. وقال مسؤول مسؤول في الأمن